على أي مرة مثلا؟ التنمية الاقتصادية، التنمية الاقتصادية ممكن هذه الإيكونوميك جروث، إيكونوميك جروث يساوي أعلامية يساوي يكون أبو ذلك الجماعة مش تخطر مني الكهرباء ملحش دفت بلد ملحش دفت ساعة خمسة الآن ملحش دفت بلد لا خلق يمتوقع فيه خمسة تخيل مياه مثلا تلاحظ هنا مثلا معك إيه الإيكونوميك المصرحي مثلا رأس المال زي ما قلنا لك أو مثلا لا حجم القروض المبايع معدلات الفائدة مثلا المتغيرات ممكن تكون أكثر من المتغيرات النبائية بس المهم يكون في النهاية هذه المتغيرات مستقلة متغيرات مستقلة وهذا متغيرات فيقول لك أن المشكلة الجديدة تكون ممثلة للعلاقة بين متغيرات نقدر نقول هذا متغير مستقل وهذا متغير تابع هذه يعني أول صفة من الصفات الثانية أن تصاب بشكل واضح وهذا قد تحدثنا عنه وأن تكون المشكلة قابلة للبحث أو الاختبار وهذا سنأتي عليه من فرضيات أنه نحن نختبر المشكلة من خلال صياغة فرضيات قابلة للاختبار وأن تصدر حكما أن لا تصدر حكما مسبقا يعني تقولش أنت تدرس بحث وتقول هناك فساد هناك كذا يعني أصدرت حكما مسبقا لا تصدر حكما مسبقا وإنما أنت أدرس وبعدين تتوصل يعني. ألا تستغرق جانبا كبيرا من جهد الباحث متى هذا التوصية ولا صياغة المشكلة لما تجي تصيغ المشكلة لا تجيش تكمل شيء من النتائج يعني حكم تصدرش حكم مسبق وأنت عارف تصيغ المشكلة ألا تصير جانبا كبيرا من جهد الباحث يعني ما تكونش مغني تأخذ لكش موضوع يبطلك ما تقدرش تنجزه يأخذ منك جهد وسهر وتعب وجوري وتكاليف مثلا تروح توزع استبيانات في كل المحافظات واختار لك بحث يكون في حدود إمكانيته أن تكون نتائج الدراسة قابلة للتعميم تكلمنا عنها وأن لا يتم صياغة المشكلة بألفاظ جارحة مثلا في المجال السياسي الآن يجي واحد يكتب بحث ويظهر بحث كله ألفاظ متشنجة وألفاظ هجومية ها يعني يكون متحيز مثلا يكون هو مثلا من الفريق الفلاني أو ما كذا ويعمل بحث كله ألفاظ يعني تبع ألفاظ أيوة أيوة أن يكون لها أهمية معرفية أو تطبيقية للمشكلة يعني تكون لها أهمية في العلم تضيف إلى العلم إلى المعرفة وإلى التطبيق نتوقف هنا على أساس نبدأ بالعنوان في المحاضرة القادمة كيف نصيغ العنوان طبعا العنوان دائما في ضوء المشكلة شروط العنوان أن يكون المشكلة قد تحددت.